السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا هي محاضرة مراجعة لمادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية، مراجعة جهاز الواكس باث جروب A. نجعل المحاضرة الملزمة واضحة. نعم دكتور، واضحة. جيد. الواكس باث هو جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي، جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي والتأهيل، Physical Therapy and Rehabilitation. فكرة هذا الجهاز هي نفس فكرة الشيس المي الحار اللي عندنا بالبيوت. الموضوع الأساسي أو العلاج الأساسي اللي بيها هو علاج نستخدمه من آلاف السنين، إنه نخلي شيء حار على الجزء المصاب. مثلا عندنا المفاصل مال ايدينا او عضلات ايدينا متشنجه او الى اخره، نخلي مصدر الحراره هذا على جسم الانسان. الحراره هاي راح تنتقل الى جسم الانسان، راح توسع الاوعيه الدمويه. توسع الاوعيه الدمويه هو رده فعل على الحراره. احنا نشوف بالصيف انه اوعيتنا الدمويه تتوسع، نبدي نتعرق، نبدي بعض اللي بشرتهم بيضة يصيرون لونهم احمر. ليش؟ ردة فعل. يبدي الدم يقرب نفسه من الجلد حتى يبرد نفسه. هاي الطريقة او هاي ردة الفعل احنا راح نستفاد من عندها. من يبدي الجسم يوسع الاوعية الدموية حتى يبدي يزيد جريان الدم لهاي المنطقة، راح يزداد يعني الغذاء، ويزداد طرح الفضلات، تزداد التروية الدموية. هذا الشيء راح يسرع لنا بعملية العلاج الطبيعي للجزء المصاب. فنستفاد من عدة بالمفاصل بتقليل الآلام، نستفاد من عدة بالعضلات المتشنجة وإلى آخره، أو حتى في بعض الأحيان الكسور وغيرها، بس مو الواكس باث. دا أحكي على العلاج الطبيعي نفسه. فهو ميديكال انسترومنت يوزد ووتر از ميديا اوف هيت ترانسميشن. قلنا بوقتها انه هذا التعريف هو تعريف خاطئ، وقلنا بوقتها انه هو جهاز يستخدم شمع البارافين بالعلاج الطبيعي. والاجهزه الحديثه ما بيها مي، انسوا يعني انسوا تلقون واكس باث حاليا بمي. أجهزة الواكس باث حاليا حالها حال أجهزة الشمع عند الحلاقين، بلاستيك أو ستيل، ويحطون الشمع بداخلها، يذوب الشمع ونطبقه على جلد الإنسان. وكشي بعد اسمه مي. الحرارة الكامنة اللي موجودة بالواكس، اللي هو نوع خاص من الواكس، اللي هو شمع البارافين. سألناكم ليش شمع البارافين نستخدمه بالذات بهذا الجهاز. نقطة ذوبانه منخفضة ونقطة غليانه عالية، غير سام، يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة وإلى آخره. هو نوع خاص يكتسب حرارة ببطء ويفقدها ببطء، لهذا يبقي لنا الجزء المصاب ساخن لأطول فترة ممكنة. مكوناته ميكانيكية والكهربائية، بالتأكيد الميكانيكية هي القشرة الخارجية، الفايبر جلاس أو الجلاس وول اللي هو صوف زجاجي اللي يعزل لنا الحرارة عن الخارج، حجرة الواكس، الميش اللي قلنا إن استخدامها هنا بالواكس باث حتى نمنع إيد البيشنت إنه تلامس المنطقة الحارة. دراين تصريف، هذا بالأجهزة القديمة. بالأجهزة الحديثة الدراين هو أنه كب الشمع كله. يعني القشرة الخارجية مصنوعة من ألمنيوم أو ستينلس ستيل، لأن هي مقاومة للأكسدة ومقاومة للحرارة ومقاومة للصدمات وكل هاي النقاط المذكورة سابقا. صراحة الأجهزة الحديثة مصنوعة من البلاستيك بوليمرات، بلاستيك بوليمر، يعني نوعية معينة، مقاوم للحرارة ومقاوم الغيرها، ورخيص، لأنه هو جهاز رخيص، يعني ما يحتاج أحط له ستينلس ستيل غالي وأصرف عليه وقولبه وإلى آخره. الفايبر جلاس اللي هو قلنا أكو من عند الجلاس وول والروك وول،
انا مذكور كاصفر وبني، شرحناه اكثر من محاضره. الجلاس وول او الروك وول هو عباره عن عازل حراري ممتاز بجيوب هوائيه. الجيوب الهوائيه هذه تعمل عمل عازل حراري، اختلاف نقل الحراره ما بين الالياف وما بين الهواء، ما بين الصلب وما بين الغازي، راح يبطئ لنا انتقال الحراره، وهذا الشيء راح يساعدنا على تقليل انتقال الحراره من الخارج للداخل ومن الداخل للخارج، يحافظنا على الحراره ثابته. الواكس كونتينر حاويه الشمع، مصنوع من الستينلس ستيل او البلاستيك، ماكو مشكله، بس غالبا يعني تنصنع من مواد مقاومه للحراره. اذا احنا نحتاج 45 درجه حراره، بعض الاحيان ال 45 مذي بالبلاستيك، مذوا بالبلاستيك ال 45، بس يصنعوها من الستينلس ستيل، تكون محموله حتى نقدر نطش الواكس اللي بيها بداخلها. حجرة الداخلية الشامبر، هاي سابقا كانت مصنوعة يحطون بها ماي وإلى آخره. هاي الراف أو المش أو الشبكة، مصنوعة من الألمنيوم أو الستينلس ستيل، صراحة لا، مصنوعة من البلاستيك، تمنع انتقال الحرارة المباشرة من الهيتر لجسم الإنسان. الدرين اللي هو يصرف لنا المي سابقا او حاليا ما موجودات. الاجزاء الكهربائيه، باور سبلاي على مود ان شاء الله انه الشاشه والكنترول، هيتر اللي هو مصدر الحراره، ثرموستات يتحكم لنا بالحراره، ثرموميتر يطلع لنا ايش قد الحراره حاليا، مؤقت تايمر بعض الاحيان ما موجود، فيوز بالتاكيد، وكنترول بانل. ال power supply، هاي الجملة خاطئة، dry sterilized wax bath إلى آخره، ما هو مو جهاز تعقيم، هو جهاز علاج طبيعي. ال power supply نعرف إنه هو يحول لنا من ال alternate current إلى ال direct current، وينزل لنا الفولتية من ال 220 فولت إلى 12 فولت أو 5 فولت حسب. الباور سبلاي، الهيتر اللي هو مصدر الحراره اللي هو عباره عن سلك مقاومه موصل للكهرباء، هاي مصدر كهرباء، هذا سلك المقاومه، هذا الهيتر بداخل حجره موصله للحراره وعازله للكهرباء. هنا اكو تصير عوازل بيها تعزلها عن الكهرباء بس تخليها توصل حراره، هذا هو الهيتر. مقاومتها تكون قليله لو على مود تمرر تيار عالي، والتيار العالي يتحول الى حراره. ثرموستات يتحكم انه هنا تقريبا ثرموستات بحساس حراره، الثرموستات يتحسس ان جيد الحراره الحاليه ويطفي ويفتح يطفي الهيتر ويشغل الهيتر. ثرموميتر مقياس حراره مؤقت، فيوز، كنترول بانل. ثلاث انواع، ثلاث اسباب حتى نستخدم البارافين، يتبخر بحراره عاليه، موصل سيء للكهرباء، يكتسب حرارة ببطء ويفقدها ببطء. طبعاً هي أكو بعد أسباب، إنه هو نقطة غليانة من خفضة، عفواً نقطة ذوبانة من خفضة، غير سام وإلى آخره. طرق العلاج، نوخر أي أجزاء حديدية من المنطقة المصابة، ساعة، الحلقة إلى آخره، لأنه هاي المواد المعدنية موصلة للحرارة بشكل أفضل، فتسخن وتبدي تحرق إيد المريض. نحمي هدوم المريض من الشمع لأنه ممكن يسبب حساسية بالتعرض الطويل.
نشرح للبيشنت انه الشمع هذا حار بس مو يحرق، حار بس مو يحرق. نتفقد الجزء المصاب اذا به جرح، اذا به خدش الى اخره، ننظف المنطقه المصابه اذا بها زيت، اذا بها مي طبعا يغسلها بالمي والصابون وينشفها تماما زين حتى لا تسبب لنا حروق ولا تصير عوازل زيتيه مثلا. لازم ما بيها الجلد ما بيه حكه، ما بيه خدش، ما بيه جرح، واذا بيه لازم تغلف بشاش طبي. نتاكد من حساسيه الجلد اذا الجلد يتحسس للشمع. لازم الحراره ما تعبر ال 54.4، اعلى من عندها راح نسبب حروق. فوائد استخدام الواكس باث: سريع، فعال، دراج فري هيت ثيرابي يعني بدون ادويه، علاج هو بدون ادويه، مثبته فعاليته بتقليل الالم والتشنجات والى اخره، فعال على المفاصل والمفاصل المتصلبه والاربطه وتشنج العضلات والى اخره، امن، سهل الاستخدام. ديسادفانتج مالته صراحه هي مو ديسادفانتج، سيمنتيشن اكر ات bottom of the bath. The bath must be cleaned regularly at least twice a year. يقول لك انت من راح تعوفه راح تترسب عليه اتربه، وهاي الاتربه راح تنزل باسفل الحجره ولازم يتنظف مرتين بالسنه. تلوث الواكس بالاتموسفير يعني بالتراب اللي من الجو، لازم نقبغ الجهاز حتى لا يجي عليه تراب. الاعطال والصيانه: هي الاعطال بالاجزاء الكهربائيه من عند الاون اوف سويتش، الفيوز، الهيتر، الثرموستات، الثرموميتر، هاي كلها اعطال متوقعه. هاي هنا انا دا اشرح على الجهاز القديم اللي هو انه يسخن مي حتى يسخن لنا الواكس على مود الحراره تكون متجانسه داير مداير الواكس والى اخره، مثل ما نحمي القيمه بالبيت. شايفين القيمه من المجمده من تحموها؟ ما تحطها راسا بالجدر وتحميها، تحطها بجدر والجدر بداخل حمام مائي على مود الحراره تتوزع عليها من كل الجهات ولا تحترق. نفس الشيء كانوا يسووه سابقا ويا الواكس. حاليا الواكس الحديث ما يحتاج هيك، هو نفس البارافين ببعض المضافات. البلاستيك تطور بحيث صار ما يذوب، ف الهيترات والتحكم بالهيترات صار افضل، فقمنا ما نحتاج هذا الحمام المائي. مثل ما خلينا نقول القيمه بدنا نحميها الجامده بس مو بجدر عادي وانما جدر الكتروماغنتيك، هذا الجدر اللي على المغناطيس يشتغل على الحث المغناطيسي، هذا الجدر الحراره بتتوزع بكل الاتجاهات بنفس الدرجه فما يحتاج حمام مائي. العملية تتم انه نغمر الجزء المصاب بالواكس باث حتى يتغلف، او اذا ما قدرنا نغمره نشيل واكس ونخلي على المنطقة المصابة، نشيل ونخلي، نخلي عدة طبقات، طبقة فوق طبقة لحد ما تشكل لنا مثل المولد، او يعني شو يسموها بالعربي، فد، فالطبقة سميكة صايرة مصنعة بشكل يعني تشوي ايدك، هي لانه راح يصير كلها على ايدك. هاي الطبقات اللي طبقة فوق طبقة تضيف حرارة اكثر للمنطقة وتخلينا العلاج ياخذ فترة اطول والى اخره. لهنا انا اعتقد انتهت هاي الملزمة. اكو احد عنده سؤال او استفسار قبل ان ننهي هذه المحاضره؟ اذا ما اكو احد فراح نوقف التسجيل.